طبعاً دلوقتي احنا كنا عايزين كبسولة كده للسيدات على الفرص اللي هم مقبلين على زواج او اللي هم متزوجين حديثا وعايزين يجيبوا الحاجات العادية بقى الشائعة، الفترة اللي هي المفروض يبقى فيها فترة الحمل تبقى امتى بالظبط، ايه الافضل الوسائل، اكلات لو في اكلات معينة ممكن تنفع لسرعة التبويض وكلام ده كله، ممكن تديلهم كبسولة كده سريعة؟ طبعا انا انصح اي ناس مقبلين على الزواج، رقم واحد بياخدوا حاجة اسمها، يعني نفترض واحدة هتتجوز بعد شهر أو شهرين، بتاخد فيتامين اسمه فوليك أسيد اللي هو حمض الفوليك، بأي طريقة إن كانت، في كذا أنواع كتيرة جدا. حمض الفوليك ده هو أهم حاجة عشان ما تسقطش، يعني يوم ما تحمل بعد الجواز ما تسقطش أول حملة، لأن إذا سقطت أول حملة نفسيا بتبقى محبطة، والإحباط ده ممكن يخليها تسقط تاني وتاني. فبتاخد حمض الفوليك ده اللي هو بيكون البيبي في أول 3 أشهر، فده حلاوته إنه يتاخد قبل الجواز مش أثناء الجواز، والناس اللي عندها علم بكده ما بتشوفش سقط في حياتها، وبتبقى البيبي بيتكون سليم ويبقى سليم وما فيهوش اي تشوهات. المعلومه الثانيه، امتى نحدد ميعاد التبويض؟ طبعا في ناس بتقول كلام غلط، بتقول اليوم ال 14 من اول في الدوره، ده على طول تلاقي مامتها تقول لها ما تنسيش اليوم ال 14 اليوم، وطلع ان الكلام ده كله غلط طبعا، وهحكي وهفهمهم ازاي عشان يعرفوا يحسبوها بسرعه ويحصل حمل من اول او ثاني شهر من الجواز. اولا الدوره بتتقسم نصين، يعني بين الدورتين في نصين، في النص في حاجه اسمها تبويض، في مرحله اولى ومرحله ثانيه. المرحله الاولى متغيره، يعني واحده نزلت عليها الدوره المرحله الاولى دي ممكن توصل 15 يوم 20 يوم مختلف. المرحله الثانيه دايما اللي قبل الدوره اللي جايه ثابته 14 يوم، 14 يوم بالظبط. يبقى دلوقتي لما تيجي واحده تيجي تحسب تعمل ايه بقى؟ بتقول انا متوقعه، طبعا لازم تكون دورتها منتظمه، يعني اذا كان غير منتظم مش هتعرف ميعاد التبويض غير بالدكتور. فبتقول انا الدوره متوقعه هتجي لي يوم كذا في الشهر، بتنقص 14 يوم من اللي جايه، هو ده ميعاد التبويض. حد حضرتك امثله بالارقام، نفترض واحده بتجي لها الدوره كل 30 يوم، اما نقص 14 يبقى ده اليوم الكام؟ ال 16، هو ده اللي حصل فيه التبويض. واللي هي ما تعرفوش ان البويضه بتطلع بتستنى الحيوان المنوي 24 ساعه، واذا ما جاش ماتت خلاص، واذا هو وصل قبليها في الانبوبه بيستناها 48 ساعه ما جاتش برده هو مات، يعني لازم يتقابلوا. فانا لازم اظبط الوقت بالظبط. ندي مثال تاني، واحدة بتجي لها الدورة كل 32، يبقى اليوم اللي التبويض 18، طب حضرتك ومامتها بتقول لها اليوم ال 14، إذا حصل اليوم ال 14 طبعا الحيوانات المنوية هتكون ماتت، تكون البويضة طالعة اليوم ال 18 ما يحصلش حمل. دي نصيحة بتخلص.